السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها السادة في هذه النشرة، نشرة التأسيس، تأسيس الدولة السعودية. ويسرني بهذه المناسبة أن أرفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإليكم أنتم شعب المملكة العربية السعودية ومحبي هذه البلاد المباركة. هذه هي العناوين. خادم الحرمين الشريفين يؤكد أن يوم التأسيس هو احتفاء بتاريخ وتلاحم الوطن وشعبه. المملكة تحتفي بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود رحمه الله. 3 قرون مجيدة لدولة عتيدة انطلقت من قلب الجزيرة العربية وحدت شمل قبائلها. مرحبا بكم. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاعتزاز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139 للهجرة الموافق لعام 1727 ميلادية. وشدد خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر على أن هذه الدولة ومنذ تاريخ تأسيسها أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل. وأشار حفظه الله إلى أن الاحتفاء بذكرى التأسيس هو احتفاء بتاريخ دولة وتلاحم شعب والصمود أمام كل التحديات والتطلع إلى المستقبل. هذا وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيات تهنئة من قادة وزعماء الدول الخليجية والعربية والصديقة بمناسبة يوم التأسيس. أعرب القادة فيها عن تمنياتهم للمملكة بالمزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة. وها نحن أيها السادة نحتفي في المملكة العربية السعودية اليوم بذكرى 3 قرون من الإنجازات التي عاشتها المملكة خلال مراحل هذه الدولة السعودية العتيدة. يوم التأسيس يحكي أمجاد 3 قرون عريقة مرت علينا يوم بدينا على يد الإمام محمد بن سعود، وبفضل عبقريته استطاع أن يجعل الدرعية عاصمة للدولة السعودية الأولى بعد 1000 عام لم تعرف فيه المنطقة الوحدة، لتشكل الدرعية منعطفا تاريخيا في الجزيرة العربية وتصبح دولة عربية بحكامها وشعبها يجمعهم الترابط والثقافة والأصالة والعراقة تحت راية الدولة السعودية، لتكون حجر الأساس لنهضة شاملة أرست دعائم متينة ومبادئ عظيمة راسخة ورؤية واضحة إلى يومنا هذا. أهلا بكم أيها السادة في هذه المناسبة العزيزة. يسرني أن يكون معي هنا في الاستوديو أستاذ الإعلام السياسي الدكتور فهد الخريجي للحديث عن هذه المناسبة الوطنية العزيزة. أهلا بك دكتور فهد. أهلا بك وبالمشاهدين. دكتور فهد، مناسبة عمرها أكثر من 3 قرون، الكل يريد أن يعرف ما هي الإرهاصات، ما هو الحدث الذي كانت عليه هذه البلاد أو الحالة التي كانت عليه هذه البلاد قبل بزوغ هذا الاسم الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله. أعتقد أن الإجابة ستجدها في الأمر السامي حقيقة. نعم. وكنت أتمنى أن يعني أن ينظر إليها بدقة، وخصوصا إذا نظرنا إلى النصوص. وذاك لعلك ذكرت في رسالة الأخبار الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة. هذه الدولة لها جذور عميقة،
لأجل ذلك من مسؤوليتنا ومسؤولية المعلمين والمربين وأعضاء التدريس في الجامعات والآباء وكل حقيقة من له مسؤولية إحداث عملية تواصل بين الجيل الأول والجيل الجديد الحقيقة، لأنه يجب أن يعرفون أن هذه الثقافة ثقافة ثرية. اليوم يوم التأسيس هو اليوم اللي نحتفل فيه، لكن له تبعات. طيب قبل أن نتحدث عن هذا البعد القيمي لهذه الدولة ولهذا التأسيس، كيف كانت حال الجزيرة العربية قبل هذه الدولة؟ كانت دولة مشتتة، كانت عبارة عن قبائل تأكل بعضها بعضا، صراعات، كانت المجاعات تقود إلى حروب، قرية تغزو على قرية ودولة تغزو بلد تغزو على بلد. وجود الحقيقة يعني الإمام محمد بن سعود يعني كان يعني قدم خدمة عظيمة وحقق ما لم يحققه الكثير من مما سبقه، وخصوصا أنه تمكن من تحقيق العدالة وفي مجتمع كان في أمس الحاجة إليها، فقر وجوع وعدم وجود الأمن في هذه المناطق تحولت إلى حفظ ما يسمى حفظ الدم وحفظ المال وحفظ تحرضها على الكثير. ما نراه اليوم هو نتاج هذا 300 سنة، هي سلسلة متواصلة تمكنت الحقيقة الحمد لله يعني الدولة من خلالها، وأبرزت الحقيقة أشياء كثيرة. الوفاء، يعني الأمر الملكي يظهر هي رسالة وفاء للمؤسسين محمد بن سعود، متى تأسست هذه الدولة، كيف تأسست هذه الدولة، القيم الثقافية والأخلاقية التي تتمتع بها، التنوع الثقافي، اللباس كذلك، اللباس وغيرها. الأمر الآخر هو ما المرأة السعودية هي يعني حقيقة كانت مساهمة رئيسية في هذا المشروع الكبير. هذا المشروع الذي لم يكن فقط يعني يحقق ما نسميه الأمن للمواطن السعودي فقط، وإنما امتد إلى العالم الإسلامي، قيادة العالم الإسلامي، مكة والمدينة، المراحل التي يعني لحقب طويلة كانت مكة والمدينة عبارة عن مناطق الحقيقة يعني مهملة في بعض جوانب، مهملة رغم أنه مرت حضارات يعني حقيقة. لكن في المملكة والحمد لله تمكن القادة بحكمتهم وحرصهم على الواجبات الشرعية من تأسيس الحقيقة منطقة يفخر بها كل مسلم. طيب كيف لمحمد بن سعود ورجاله من شعب المملكة العربية السعودية في تلك الحقبة أن يوحدوا هذه البلاد، وما هو الوازع الذي من خلاله انطلقت هذه الفتوحات لإمام الدرعية ساعتها؟ 1744 تعتبر الحقيقة حلقة فاصلة، وكان المؤثر الحقيقي فيها هي زوجة محمد بن سعود التي أقنعت الأمير بأن يعني يضع يده في يد دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لمحاربة الشرك ولتأكيد والتوحيد. فأصبح الشعب يعني حقيقة مؤمن بالله، مؤمن بأنه من 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 مسؤولياته والتزاماته أن يحقق الأمن والسلام للجميع، وهذا ما تمكن بدون مبادئ. لأجل هذا في الأمر الملكي الحقيقة ذكر أنه دولة دستورها القرآن الكريم والسنة النبوية. لماذا ذكر؟ لتأكيد هوية هذه الدولة، وأنها تمكنت من خلال هذا المشروع الضخم أن تحقق ليس فقط مصلحة للمملكة وإنما للعالم الإسلامي، وأصبحت هي أصبح لها دور كبير فعال في السلم العالمي، لها دور كبير الحقيقة في مساعدة الدول الإسلامية. كم من مشاريع خيرية ومشروع الملك سلمان ومشاريع أخرى كثيرة وصلت إلى دول يعني لم تكن هذه الدولة التي كانت تنتظر لقمة العيش تجيها من مصر ولا تجيها من أفريقيا ولا من أي دولة، الآن هي التي تصدر وهي التي تعطي. نعم، إذن حق لنا أن نفخر بهذه الدولة وبهذا الإمام الجد 13 لخادم الحرمين الشريفين. شكرا لك دكتور فهد الخريجي، أستاذ الإعلام السياسية في جامعة الملك سعود، أهلا بك. شكرا. ونلتقيك مرة أخرى إن شاء الله. شكرا لك. شكرا وللجمهور. أيها السادة، يرتبط يوم التأسيس باليوم الذي تولى فيه الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسس هذه الدولة السعودية وأول حكامها مقاليد الحكم في الدرعية منتصف عام 1139 للهجرة. إليكم المزيد عن سيرة هذا الإمام. الإمام محمد بن سعود بن محمد بن نجرين بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة مانع المريدي، مؤسس الدولة السعودية الأولى، ولد في الدرعية
عام 1697 للميلاد، وتوفي عام 1765. أسس الدولة السعودية الأولى، وبني في عهده سور الدرعية حيث بناه ابنه عبد العزيز، وكان عبارة عن سورين متوازيين من الطين وبينهما حجارة لتدعيمه، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، حيث وضع لبنة البناء والوحدة التي وحدت معظم أجزائها والتي لم تعرفها شبه الجزيرة العربية منذ أعوام طويلة. وعن سيرة هذه الشخصية الهمامة، شخصية الإمام محمد بن سعود، الشخصية التي قادت هذه البلاد منذ 3 قرون، معي أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الملك سعود الدكتور سعيد القحطاني. أهلا بك دكتور سعيد، كيف يمكنك أن تختصر لنا سيرة ونشأة الإمام محمد بن سعود في ذلك الوضع الاجتماعي والسياسي قبل بداية حكمه؟ حياك الله أستاذ ظافر، شكرا على الاستضافة. في الحقيقة أنه ولد الإمام محمد بن سعود في الدرعية عام 1090 للهجرة، ونشأ وترعرع في الدرعية وتربى في كنف والده الذي كان يحكم الدرعية في تلك الفترة. وكعادة أبناء الأسر الميسورة التي عادة تهتم بتعليم أبنائها، نشأ الإمام محمد بن سعود نشأة علمية زاهرة، حيث تعلم القرآن الكريم وعلوم الدين المختلفة إضافة إلى القراءة والكتابة. كان الإمام أو كان والده يعني يخصص له وقتا للدرس والاستذكار، وكعادة أبناء الأسر العربية في تلك الفترة تعلم الإمام محمد منذ طفولته على ركوب الخيل والرماية والمبارزة بالسيف، وطبعا كان لهذه المعارف والمهارات التي تعلمها في صغره دور بارز في صقل شخصية. بالنسبة للدول للدول المحيطة ساعتها وتلك الممالك، يعني ما هو أثرها إذا ما علمنا أن هناك صعوبات وتحديات واجهت قيام هذه الدولة؟ صحيح، يعني هناك صعوبات واجهت، يعني كان هناك وجود بعض المدن الأخرى أو الأقاليم الأخرى، لكن الإمام يعني بشخصية القيادية استطاع أن يؤسس الدولة. ولو تطرقنا للوضع السياسي والاجتماعي قبيل بداية حكم الإمام، وجدنا أنه الأوضاع بشكل عام قبل تولي الإمام محمد كان فيه انقسام لأسباب متعددة، منها النزاعات الداخلية في بين عمامة في الدرعية، وكذلك الأوضاع السيئة يعني بسبب انتشار مرض الطاعون في تلك الفترة الذي تسبب في وفاة أعداد كبيرة من الناس. طبعا كانت الأحوال بشكل عام في الجزيرة العربية مضطربة، فوضى، فقدان الأمن، يوجد السلب والنهب، حتى قيض الله لهذه البلاد الإمام محمد بن سعود الذي كان صاحب فكر مستنير وإصلاحي. نعم دكتور سعيد القحطاني أستاذ التاريخ الحديث، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. تبرز الدرعية وهي العاصمة التاريخية للدولة السعودية الأولى، منطلقا لتوحيد شبه الجزيرة العربية قبل 3 قرون، وارتبطت تاريخيا بمراحل الدولة السعودية. تم تأسيس الدرعية عام 1446 للميلاد، أسسها مانع المريدي على موقع المليبد وغصيبة على ضفة وادي حنيفة، حيث وضع مانع المريدي اللبنة الأولى لتأسيس الدرعية لتصبح المدينة نقطة عبور مهمة لقوافل الحج والتجارة ومركزا مهما للاستقرار. تبلغ مساحتها نحو 2020 كيلومترا مربعا، كما يقطنها 73,668 نسمة حسب إحصائية الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017. وتمثل الدرعية رمزا وطنيا بارزا في تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود وكانت عاصمة لها. وقد شكلت الدرعية منعطفا تاريخيا في الجزيرة العربية، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم الأشهر في جزيرة العرب خلال القرنين 17 و18 الميلاديين، وظلت مشهورة حتى بعد أن ألحقت الجيوش الغازية التدمير بها
وبمحيطها الجغرافي سنة 1818 للميلاد. في عام 2010 للميلاد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة أن حي طريف في مدينة الدرعية موقع تراث عالمي. في نشرتنا هذه بعد قليل، مراسلو أخبار السعودية يرصدون فعاليات ومظاهر الفرحة والبهجة في مناطق المملكة في ذكرى يوم تأسيسها. أيضا فعالية نجناج عرض دراماتيكي يحكي جلبة الأسواق الشعبية في الدولة السعودية قبل 300 عام. تشهد مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية ابتداء من هذه الليلة احتفالات وفعاليات متنوعة تحكي تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها. ففي الدرعية تنطلق فعالية مسيرة البداية التي تحكي عبر 10 مشاهد قصة 3 قرون مضت، فيما يقام غدا الأربعاء أضخم عرض غنائي بعنوان أوبريت التأسيس، يسرد في قالب مسرحي بديع 10 لوحات وطنية سطرها التاريخ عن الدولة السعودية وما وصلت إليه الآن. كما تزدان سماء الرياض العاصمة مساء بعد غد الخميس بعرض الضوء الذي يمتزج فيه لوحات فنية لعشر ألعاب نارية متنوعة وعروض الدرونز الجوية. وخلال الفترة من 22 حتى 24 من فبراير يحتضن المتحف الوطني في مدينة الرياض فعالية المجلس في أجواء مليئة بالمعاني الثقافية. لازلنا في هذه الأخبار التي تغطي فعاليات يوم ذكرى التأسيس، ومعنا من الرياض مراسل عبد العزيز الموينع. أهلا بك عبد العزيز، كيف هو المشهد لديكم في المنطقة التي يحتفي بها المواطنون بذكرى يوم التأسيس؟ ما هي تفاصيل هذه المسيرة؟ نعم، مساء الخير عليك ظافر، مساء الخير على السادة مشاهدي أخبار السعودية. طبعا نتواجد الآن في وادي النمار حيث يشهد هذا الوادي مسيرة البداية أو احتفالية مسيرة البداية، وذلك احتفاء بذكرى التأسيس الذي يقام هذا اليوم 22 من فبراير. طبعا هذه الاحتفالية هي تعتبر تجسيدا لثلاثة عقود من النماء والازدهار، وأيضا في ذكرى لتأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام المؤسس محمد بن سعود رحمه الله أيضا. وهذه بالنسبة لهذه الاحتفالية، هذه الاحتفالية. لكن ماذا عن هذه المسيرة؟ ما هو شكل هذه المسيرة؟ حيث نعم، هذه المسيرة سوف يؤديها أكثر من 3500 مؤدي من خلال عرض مسرحي وأيضا عروض ضوئية وقصائد مغناة، وأيضا هناك عروض مخصصة للخيالة والهجانة سوف تكون من خلال هذه المسافة التي تمتد إلى تقريبا قرابة 2 كيلومتر من أمام الجمهور. كما تشاهد أيضا من خلفي هذه المسار المخصص للعروض الذي سوف يقام عليه عرض مسيرة البداية، وأيضا حتى من خلال المسرح المصاحب لهذه المسيرة الذي سوف يكون من خلالها أيضا العروض المسرحية التي سوف تقام، وذلك احتفاء بهذه المناسبة. شكرا عبد العزيز، كنت معنا من مارة.
وتحتضن أيضا مدن المملكة أكبر عرض شعبي ثقافي يحاكي حركة الأسواق التجارية المعروفة باسم النجناجة، المعبرة عن أصوات الباعة والمشترين في صورة تاريخية أقرب للواقع الدرامي لماضي هذه الأسواق. معنا مباشرة من الدمام شادن الحيك. أهلا بك شادن، أنت الآن في موقع فيه فعالية نجناج، أطلعيني أكثر على هذه الفعالية. نعم ظافر، مساء الخير. فعالية نجناج هي إحدى الفعاليات الرئيسية الرسمية هنا في المنطقة الشرقية. أخذنا جولة على نجناج والمستوحى اسمه من جلبة الأسواق والحركة فيها. نتواجد حاليا في موقعنا الثاني في الخبر، الواجهة البحرية في الخبر. وكما ذكرت ظافر بأن المنطقة الشرقية الساحل الشرقي يزخر هذا اليوم بالكثير من الفعاليات الاحتفالية بيوم التأسيس. في كورنيش الخبر على امتداد هذا الساحل شهدنا تواجد الدوريات الأمنية من الدمام إلى الخبر لتنظيم حركة السير، أيضا تواجد الهلال الأحمر هنا في على ساحل الخبر، 4 سيارات إسعاف إضافة إلى الفرق الإسعافية. المقر هنا وكأنه احتفالية تعرض أزياء المنطقة. لكن ماذا يعني شادن ما هو هذا الفترة معنا؟ ما هو هذا الأسلوب، أسلوب نجناج؟ ممكن تصف لنا والمشاهد ما هو هذا الأسلوب الدرامي لمحاكاة تاريخ الباعة؟ نجناج ظافر هو عبارة عن احتفالية تضم العديد من الفعاليات الحرفيين، بالإضافة إلى تواجد كثير من الباعة للأشياء التراثية، الأهازيج، وجود الأطفال الكثير منها في نجناج وهنا أيضا في كورنيش الخبر، ومثله في القطيف والجبيل حفر الباطن الكثير أو العديد من أماكن أو مناطق مدن ومحافظات المنطقة الشرقية. ضيفتنا ستحدثنا عن اللبس الذي ترتديه الآن من أي منطقة؟ المنطقة الوسطى تمثل البرقع وعبات الراس والجنينة، هذا لبس منطقتها الوسطى. الأسعار، طيب حدثيني عن الأسعار. ارتفاع جدا ملاحظ بأسعار الملابس، الجلابيات والبراقع جدا ارتفع الأسعار، يعني لأنه موسمهم يعني أكيد بترتفع الأسعار. طيب بما أنكم في مرحلة دراسية، هل في احتفالات راح تكون في المدارس وراح تحضرونها بهذا اللبس أيضا؟ نعم، بيكون عندنا حفل يوم التأسيس إن شاء الله، وكل طالبة بتلبس المنطقة اللي تمثلها إن شاء الله، بيصير عندنا حفل بالمدرسة إن شاء الله. طيب شعور الأبوين الوالدين لما يشوفون بناتهم وأبنائهم لابسين اللبس القديم التراثي؟ جددوا التراث يعني، ورجعنا كلنا تراثنا وشفنا لبسنا، فيحسون بالفخر يعني نحن نحب تراثنا ونحب نوضحه للناس يعني. شادن ونحب نبين تراثنا عشان بعد كل شخص يتعرف على تراث المناطق الأخرى. شادن شكرا لك. شكرا لك، لكن نعم. لا أراك تلبسين الرداء القديم. تفضل ظافر معك. شكرا لك، يبدو أنك لا تسمعين، كنت معي من المنطقة الشرقية. نشرتنا هذه انتهت، لكم أهم ما فيها من أنباء. خادم الحرمين الشريفين يؤكد أن يوم التأسيس هو احتفاء بتاريخ وتلاحم الوطني وشعبه. المملكة تحتفي بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود رحمه الله. 3 قرون مجيدة لدولة عتيدة انطلقت من قلب الجزيرة العربية ووحدت شمل قبائلها في دولة حديثة. لكم الشكر على المتابعة، نلتقيكم عند 12:30 من هذه الليلة المباركة إن شاء الله، والسلام عليكم. ابقوا في عافية ووئام وسلام واحتفال.